اهلا ومرحبا بكم. اليوم شعر معنا سابلي مزيان وخفيف وسريع وسهل وما فيه حتى شيء. لهنا خديت لكم المكونات، حضرتها قستها بالكيلة. بالكيلة شو معنى؟ خديت كيس، كيس هذايا بتاع 250 مليلتر، كيس يقيس 250 مليلتر. جيبوا معايا طوا كيس يقيس 250 مليلتر ونحسبوه مع بعضنا. اول حاجة نحطوها في المكونات متاعنا هي الزبدة. زبدة قصتها بالميزان، وإلا زبدة تلقاها مرشوم عليها 125 غرام. 125 غرام زبدة مارغرين أنا خذيت لهنا، مش لازم زبدة حيوانية. خذيت المارغرين ورشة الملح، عندي رشة ملح هوني، وعندي روح الفاني وإلا سكر فاني، ولا مش لازم حطوا فاكهة ولا حاجة اللي عندكم، حسيت الموجود عندكم. تحبوا تنكهوا بيه تنكهوا بيه، شوية عطر شوية شوية زهر اللي تحبوا انتوما. وهوني عندي السكر، السكر هوني قصت كيس غير ربع سكر، كيس غير ربع سكر. باش نقعد نقيس بنفس الكيس، كيس غير ربع سكر ونصف كيس زيت. باهي، 125 غرام زبدة، رشة ملح، شوية فاني، روح الفاني وإلا سكر فاني وإلا اللي عندكم، وكيس غير ربع سكر ونص كيس زيت. هذوما الكل باش نخلطهم توا مع بعضهم، مانيش باش نخلطهم بركرة، باش نخلطهم بيدي. زبدة بحرارة الغرفة. لهنا نحاول نخلطهم مع بعضهم. بسم الله، هكا ندور السكر. إذا تحب تنقصوا من كمية السكر تنجموا تنقصوا من كمية السكر. وهوني الزبدة والسكر والزيت واللي وهكا كي الكريمة، نزيدهم بيضتين. بسم الله، نجمو تخدمو بالركاضة كيما قلت لكم، ما تخدمو في حاجة غارقة هكا باش ما يطيرش الشاي على اليمين وعلى اليسار. بسم الله، نخلطو مليح مليح العظم، نخليوه متجانس مع الزبدة والسكر والزيت. توا نجي ناخذ شطر باكو خميرة، مش باكو الكامل، شطر باكو الخميرة بالعين تقريبا. فوالا شطر باكو الخميرة باش نخلطو مع هوني عندي 3.5 كيسان فرينة ونص كيس نشاء. ما عندكمش عملوا 4 كيسان فرينة وكها. هوني نحاول نخلط الخميرة والنشاء والفرينة ونبدا نزيد بشوية بشوية. شو معناه؟ نحط أكثر من شطر الكمية والباقي نزيدو بشوية، خاطر حجم البيض يختلف من واحد لآخر. ما عندناش نفس الحجم تاع البيض ومش باش نقيس لكم بطبيعه، وكيف كيف الفرينه، فما فرينه تشرب فما فرينه لا. نجي لهنا بسم الله، نحاول ما نعجنش الملمين. وردوا بالكم فما فرينه تشرب، يظهر لك اللي هي ما شربتش تخليها ترتاح وترجع تلقاها شربت ولات يابسه. نزيد بقيه الفرينه اللي قعدت هكا. توا نجي ناخذ تقريبا شطر الكمية هكايا، تقريبا شطر الكمية هذا، يدلفو في بابي سلوفان هكا. العجينة متاعنا مضبوطة، وردوا بالكم من نوع الفرينة. وطوا نجي لهذيا اللي قعدت باش نزيدها شوية كاكاو، مغرفة كبيرة كاكاو اختياري، ولا تكملوها الكل فاني كما تحبوا نتوما. من الاول معناها تقسموا الخليط، تخلطوا الكاكاو مع الفرينة خير، مش مشكلة. هاكا سافا، هاكا طرية، امورها واضحة. وهذا الشطر متاع الكاكاو، خليهم يرتاحوا نصف ساعة في الثلاجة، ومن بعد مادامني حضرت الفرن نسخنه على 140 درجة ونحضر البلاتو بتاعي ونحضر القوالب اللي باش نخدم بيهم. وطوى الفرن بتاعي يشعل على 140 درجة، حطيته يسخن مسبقا. مادام انا بديت نحضر في الحلويات، حضرت زيدا هوني بحذايا الطبق اللي باش نحط فيه. ولهنا خرجتهم من الفريجيدير بعد ما ارتاحوا تقريبا نصف ساعة ولا اقل شويه. وهوني هذوما القوالب اللي باش نعمل بيهم، كل واحد يختار القالب اللي يحب عليه. عندي نجمه ورده، قالب ساخن وهليل.
نبدأ بالفاني الأبيض. هكا باش ما تطرشقش معايا ريتوها كيفاش بال بليش بابي سولوفان طرشقت وبالبابي سولوفان ما طرشقتش. انظر كيفاش تلمت. هكا نحي طاول بابي الفوقاني. هكا نجي ناخذ القويلب نتاعي كي ناخذ القويلب. بسم الله هذه بركه. 2 3 4 5 6 ونكملهم الكل بنفس الطريقة. نجي نهزها هكا هكا سهلة باش تتهز معايا. ها هكا نحطوها هكايا. بسم الله هكا نهزو بالسياسة بالبابيي سولوفان. هكا وهكايا ريتو هكا هكا اسهل الخدمه بالبابيي سولوفان اسهل. عاود نلم هكا العجنين شيء نجبد البابيي سولوفان هكايا ونحط فوقه الاخر. ونعمل هكا نكمل نفس الطريق. وسعوا بالكم شويه ما فيها حتى شيء. كيف كيف نشكلها ريتوها سهله الحكايه. ما عجبتنيش النجمه بو 6 باش نردها بو 5 هذه باش نحيها تولي هكا خير. هكا هكا خير صراحة جربوها وما تندموش. حتى الطريقة كما تراو هي سهلة وبراتيك على الاخر طلع لك حاجتها كم زينة. وهو طاب معانا ريتوه لا تنفخ لحتى شيء برشا وطري وتمسو معني خليته حكيت تقريبا 12 دقيقه فوالا خليته 12 دقيقه وهاكا خرج كيما هو. نخليه توا يبرد ومن بعد نقلعو من البلاتو سينو يتفتفت لي راه. توا باش نحيه ونحطو في هاكا من اللوطه ابيض حتى كان حمار وشويه كعبيت. تغزرو كيفاش ما يفوتوش برشا راه خاطر هذيك جويده وانا الفرن عندي شطر يشعل قوي وشطر ضعيف. طوا نعملوا له مسحه هكا نمسحوه
مناديل المطبخ، منديله تكون نظيفه، ونحط عليه بعده هذاك، ونحط عليهم هذوما اللي خدمتهم ديجا. هنا خليت شوكولاتة البيضة 200 غرام شوكولاتة البيضة، نردوا بالنا الشوكولاتة البيضة حساسة برشا في التذويب، ماذا بيكم تذوبوها على بامارين، اما انا كالعادة باش ندخلها للميكروواند في ساعة هكا من با شوية ونخرجها، نوسع بالي عليها نقعد نخلطها حتى تذوب بالسخانة اللي هي فيها هكا. وهوني قاعد نصبلها في الحليب ونحل فيها بالحليب هكا، خلطها عليها جست عملت لها تجربة بالحليب خاطر ما عنديش كريم فريش ولا شانتيه، هوني شانتيه سيلة راه مش البودر، البودر نصب طرف كريمة حليب هكا، ونقعد نزيد بشوية بشوية، هي سخونة راهي الوحدة سخونة، ونبدأ نحل بشوية بشوية، ما نصبش الحليب وندخلها معها الميكروواندرا هكا. هاو هكا امبيكاب هكايا باهي برشا تكستور هادي هاكا بالحليب هكا. هاو هوني ناخذ جوز الهند المبشور والشوكولاتة نحطها على شيرة هكايا، كامل نهبط بقية الطبق الاخر هكا. مثلا نبداو ناخذ هذايا عنا هكايا وهكا، ينجي الزينة المعهودة نتاع هذايا بوشطر هكا، خليوه يهبط ومن بعد نحطو في نواة كوكو هكايا. توا باش نعمل هكايا نحط لها وجهها في الشوكولا بلون هكا، نقص منها شوية وبعد نجي نعمل هكايا فوالا هكا كيف كيف هكايا، وبعد نعمل هكا وهكا، نجم حتى تغلفوها الكل من فوق ومن اللوط. حبيت نوريكم البسكوي من غدوة، السابلي من غدوة، هذي لفيتو الكل بالشوكولا بلون ومن بعد حطيتو في نوات كوكو، شوفوا شوفوا الهشاشة نتاعو، والله يذوب في الفم ما شاء الله ما شاء الله، فريمون روسيت ناجحه على الاخر على الاخر على الاخر. قلت لكم هذه ان شاء الله تجربوه وان شاء الله يعجبكم.